كنعتزوا باننا اصبحنا كنطرحوا مشاكل اللي الى زمن قريب كان صعب جدا التعاطي معها. الموضوع ديال كل ما هو مهين ومذل، هذه 10 سنين، هذه 20 عام، كان الى شي حد تكلم يعني على الملك وما قالش صاحب الجلالة، كيمكن يخاف على راسو شنو غادي يوقع فيه. وقع في تقديري تقدم كبير جدا في العقليات، والامس وقفنا على، بل ماشي فقط الامس، في هذه الايام هذه، لان لاحظنا بان كاين احراج كبير جدا عند السلطه. من جهه كتقول حنا مع الديمقراطيه ومع الحداثه، ومن جهه ثانيه كتقول ايه ولكن الحداثه ديالنا كتقتضي ان يكون مظاهر ديال العبوديه وديال الادعان ديال الشعب وديال النخب لسلطه مطلقه. هذا التناقض هذا اصبح غير محتمل بالنسبه ليها، وهذا كنظن هو اللي كيؤدي لنا كنلقاوها متردده جدا، ومتردده اكثر لان في هذا الموضوع بالذات ملكيه المغرب اصبحت الاكثر تخلفا لربما في العالم. يعني واش عباد الله، السعوديه البلدان ديال الخليج كامله لغات ما هو مهين ومدل ومتخلف ومتعجرف واستعدادي في البروتوكول ديالها، بقينا حنا. اي دونك كنظن هذا هو اللي كيسمح بالتفسير ديال جوج ديال الامور. الاول هو كيفاش ان السلطه قررت بان ما عندهاش استعداد للتعاطي المرن مع تعبير ديال الرفض اللي لاحظناه بالامس، وقررت ان الملل ديالها هو هو الارهاب ديال المواطنين وديال المتعاطفين، باش يتقال او دي حذاري، راه الا مشى الواحد حتى طرح هذا النوع ديال القضايا راه يمكن يتعرض للاداء في الذات ديالو او في الاقارب ديالو. والعنصر الثاني هو ان ما قديمش يدافعوا على هذا الموقف لاول مره، يعني حتى في المظاهرات اللي كانت هذه شحال كتكون، يعني كاين احتمال ديال المواجهه فيها وكذا، كنا كنلقاو الاطر العليا ديال البوليس، الاطر العليا ديال الداخليه، الولاد، لي بريفي وكذا كيجيو. البارح مسافتين قايد ومسافتين الناس اللي مكلفين بلاصه، ما كاينش شي حد اللي مستعد انه يجي يدافع على موقف، يجي يشرح. جاو بعقلية ديال يعني المواجهة السافرة وبس.